أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. في هذا الجبل وبالتحديد في قمته العالية توارى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق عن أنظار المشركين في غار الجبل المسمى بغار ثور. دكتور، لو بغينا نتكلم عن جبل ثور، عن موقعه في مكة وعن نوعيته بين هذه الجبال. جبل ثور يعتبر من أهم الجبال في مكة، طبعا من أبرز المعالم التاريخية في مكة هو جبالها التي كانت تعرف تاريخيا بجبال فاران. تميزت مكة بجبالها الشاهقة التي تعتبر يعني هي تقريبا تحسين طبيعي لمن أراد الاعتداء على مكة، وبالتالي تميزت كما نرى أن جبال مكة الشاهقة بأن صعب على كثير من الأعداء أن الاعتداء على مكة، فاشتهرت بجبالها الشاهقة. ومن إحدى أهم معالمها يعتبر جبل ثور الذي يقع في جنوب مكة حاليا. نعم. طيب الدكتور، لو أردنا نتحدث عن شهرة هذا الجبل ومما جعله من الأسباب التي جعلته أكثر اشتهارا. طبعا كما ذكرت جبال مكة تعتبر كلها شاهقة وارتفاعاتها عالية وكلها تقريبا على نمط واحد، ولكن جبل ثور اكتسب الشهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ فيه حينما أذن الله له سبحانه وتعالى بالهجرة أو الخروج من مكة إلى المدينة، فاختبأ في هذا الجبل مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه 3 أيام. وأيضا وقعت له صلى الله عليه وسلم معجزة، بل معجزات، إلى أن قريش عجزت أن 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 تصل إليه، علما إلى أنهم قد استعاروا رجلا من خزاعة اسمه كرز الخزاعي لتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصل إلى أسفل الجبل ولكنهم عجزوا الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة له صلى الله عليه وسلم. أيضا حينما لدغ الصديق في داخل الغار، النبي صلى الله عليه وسلم عالج الصديق رضي الله عنه حينما امتص ذلك السم، فكانت هذه أيضا معجزة مرافقة للنبي صلى الله عليه وسلم. مكث أياما 3، ثم بعد ذلك غادر مكة مع دليلهم عبد الله بن أريقة الليثي، واتجه أكمل المسيرة إلى يثرب. عبد القرني، مكة المكرمة.